عليكم مشاهدينا الكرام في كل مكان. ليلة صافية رائعة، جو كورة، جو كورة يا جماعة. لو كنت مكان اللاعبين سأسجل هاتريك في مباراة اليوم. كل شيء جاهز لمتابعة ممتعة. أوه يا إلهي على هذه الأجواء الجميلة، منتظر كرة قدم ممتعة، ننتظر أداء اللاعبين، أقدام اللاعبين، الأهداف، المتعة، المستوى العالي في مباراة اليوم. أجواء رائعة هنا في هذا الملعب، كل شيء جاهز من أجل الإثارة والمتعة والشغف وكرة القدم. النشيد الوطني لأستراليا. نتجه الآن إلى النشيد الوطني الآخر. بداية أحداث اللقاء، يلعبها لمنطقة الخطر، يسدد الكرة، والتسديد على بعد سنتيمترات بسيطة جدا من القائم الأيمن. يلعب كرة بينية، يلعبها ببراعة، يحاول مجددا، كرة على الطرف، ينجح في لعب. هذه براعة كبيرة منه أن يلعب الكرة الرأسية بهذه الطريقة. كرة تعود إلى منتصف الملعب، ها هي التسديدة، الكرة الخطيرة كانت قوية، كرة جميلة تستحق الإشادة بصراحة. سدد من هذا المكان لكن في الأخير لم ينجح في التسجيل. هذه ضربة رأسية، هدف أردني، ركنية رائعة ورأسية في غاية الجمال. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم، يلعب يحاول لعب الكرة بالرأس، الكرة في المرمى، جول. أستراليا سجلوا هدف التعادل الآن. رأسية جميلة ملعوبة بخبرة. يشير إلى وجود خطأ، ضربة حرة،
الحكم يكتفي ببعض الكلمات موجهة للاعب، لكن عليه أن يحذر أي تدخل آخر ستكون بطاقة ربما حاضرة. حارس يتألق مثل الأسد اللي ينجح في الدفاع عن عرينة. أجمل تدخل في لحظة حاسمة بعد أن كانت كرة تسديدة. الكرة تضرب في القائم وترتد. على الطاير. محاولة جميلة من أجل تسديد الكرة وهي في الهواء. صافرة الحكم تنطلق وتعلن نهاية الشوط الأول. سيبدأ الشوط الثاني الآن. الكرة ملعوبة من مسافة. يا سلام على المرور الجميل، على المهارة العالية. فرصة للتسديد. لحسن حظه لم ينجح المهاجم في استغلال الفرصة. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. قد يلعب كرة عرضية الآن ويعود بالكرة إلى الوراء. فرصة خطيرة. تسديدة. لم يكن محظوظ. يمكنهم الانطلاق في هجمة مرتدة. يلعب كرة بينية. انفراد أمام حارس المرمى. الأردن يدفع بأوراق جديدة. يتم تغيير في هذه الأثناء. الأردن يجب عليه استغلال هذه الكرة، فرصتهم الأخيرة قبل أن ينتهي كل شيء. لعبة جميلة تزيد أجمل. يلعب كرة. بكل هذا روعة روعة روعة. بدون أي فلسفة أمام المرمى يتمكن من التسجيل. لعبة عرضية إلى داخل الثمنتاش. يبحث عن المهاجم. تنطلق الصافرة. انتهت المباراة إذن. مباراة كبيرة مثيرة جدا، حسمها في الأخير الفريق الأفضل. أعتقد أن الكثير من اللاعبين سيصابون بالإرهاق بعد تلك المباراة، لكن رغبة الفوز هي اللي غيرت الكثير من الأشياء، جعلتهم يتفوقون.